عموما مدام ناديه، انا عايزه اقول لك حاجه، انت طبعا نجمه الجماهير مفيش كلام، ومش ممكن ان احنا هنلغي هذا اللقب منك دون ان نتجول بقى في القاهره ونقابل جماهير ناديه الجندي. اسمح لنا المخرج يشوف لنا الجماهير. انتوا كمان مشيتوا في الشوارع طبعا وقابلتوا لازم جماهيرك تلتقي بيك. اللي بيعجبني في افلام ناديه الجندي ان هي كلها افلام مستهدفه، افلام سياسيه، افلام جاسوسيه، بس بوليسيه، بس مشكلتها حاجه واحده بس، ان فيلم زي ده مثلا لو نزلت مثلا جبته كفيلم فيديو لسه نازل جديد ما بيكونش اتشال منه بعض برضه المناظر، ان افلام ناديه الجندي كلها بتتسم بتملي فيها رقصه، فيها لبس خليع، فيها اي موقف كده يعني ما اقدرش اتفرج عليه انا والاسره. ليه؟ لان طبعا المواقف دي طبعا بتبقى يعني شويه، يبقى معايا ابني، معايا اخويا الصغير، معايا مش عارف ايه، طب المشكله كان ازاي انت انه هيسيب مثلا يشوف موقف منظر زي ده، هيسيب مذاكرته، هيسيب كل حاجه ويقعد يتفرج على المنظر زي ده، نفس الوقت هيخليه ايه يعني منظر مش كويس يعني. بالنسبه للفنانه ناديه الجندي، هي فنانه عظيمه وافلامها كلها جميله، وهنا في حاجتين بنتكلم فيهم بالنسبه لناديه الجندي. كل حاجه فيها جميله لكن الاثاره فيها شديده. افلامها حلوه، بتعلم الجيل المصري ايه اللي كان بيحصل زمان وايه المواقف اللي كانت بتحصل، وكل حاجه حلوه بتعرفها للجيل اللي طالع الايام دي. لكن بالنسبه يعني ان انا اجيب فيلم ناديه الجندي بيكون فيه اثاره شديده، ويكون والدي ووالدتي واحنا ناس طبعا شرقيين والتقاليد والعاده فينا حاجه متوفره جامد قوي، فطبعا الاثاره ديت بتبقى موقف احراج بالنسبه لينا يعني. اما اكون شاب مستقيم وكده وشاب كويس او قاعد في وسط اهلي وبتفرج على حاجه زي كده بتبقى يعني احراج، الواحد بيبقى قاعد مكسوف، فيا ريت الاثاره دي انها يعني تبقى هاديه شويه. ساعة صفا قال ايه؟ قال ايه؟ ساعة صفا. والله في الحقيقه يعني اللي انا بخش افلام ناديه الجندي افلامها كلها جميله وفنانه يعني تقدر تقول انها فنانه شامله يعني. طبعا انا عندي 3 عيال بيحبوا يتفرجوا على افلامها، بس يعني هي بيبقى فيه حته الرقابه برضك بالنسبه للبسها، بالنسبه للمبالغه في الرقص بتاعها، بالنسبه لنهايه الفيلم يعني احيانا في افلام ليها بتفضل تصوت. وطبعا البني ادم يعني كان بياخد اسرته ويخش سينما يعني بيبقى معاناه الحياه ان هو يخش يرهف او يفرح اطفاله مش يخش يسمعهم سويت. انما هي كفنانه فهي كفنانه فيري 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 جود يعني. انما يعني نرجو من الرقابه برضك ان هي تلتزم شويه بملابسها وبرقصها. لا يا ستي، لا 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 ده كتير قوي. لا لا يا عمر لا. طب ايه مفاجاتك النهارده كتير قوي يا عمر. ساعة صفا. مدام ناديه، واضح انك بتؤمني بفكره الثنائيات، يعني لما بتنجحي مع حد بتحبي تستمري في العمل معاه. التفاؤل بتتفائلي قوي. عموما احنا كان لنا يعني لقاء مع مخرج كبير عمل معاكي وسعدنا بلقائه في ساعه صفا، رغم اننا ازعجناه شويه وهو بيصور فاسمح لنا نلتقي بيه على الشاشه. لا انت هتشوفيه بقى معانا زي ما اتعودنا على المفاجات. المخرج يعني ينزل لنا الشاشه بتاعتنا بسرعه كده على ناديه الجندي، مع ان انا علاقتي بيها ما هياش علاقه طويله الاجل، وانما هي علاقه بدات من يمكن دي السنه الثانيه اللي نعرف بعض كويس يعني. قبل كده كان بيننا شغل لكن ايه ما استمرناش كعلاقه انسانيه وتجارب عمل وكده. فانا علاقتي بيها ما تعداش سنتين اللي عرفتها فيها على حق يعني. هي بصراحه وده انا على فكره مش بجاملها وما بعرفش اجامل عموما، فلكن انا هقول اللي انا بحسه ناحيه هذه الست. هي اولا على المستوى الانساني ست رقيقه جدا، بسيطة جدا، فيها لحظات كثيرة بتفاجئني أنا شخصيا كمخرج بمستوى غير اللي أنا متوقعه أو الستاندر اللي في ذهني أو المستوى اللي أنا متصور إن هو يبقى عالي قوي، هي بتعلى عنه. فده الحقيقة مش كتير من الممثلين اللي بيعملوا ده قلائل يعني، فهي واحدة من اللي عندها هذه الميزة دي. ساعة صفا.
ايه رايك بقى في راي الاستاذ الله المخرج الجميل؟ يا خبر ابيض، انت هتخلوني اغتر بقى والله العظيم لاول مره. ده انا يا خبر ابيض مش معقول. علي عبد الخالق ده هقول لك، بدانا حياتنا مع بعض في الفيلم بدايه غريبه جدا. يعني حصلت عدم تفاهم بيني وبينه اول ما بدانا التصوير. ده كان فيلم ايه؟ الامبراطوره الاخير، ده اللي هيعرض ان شاء الله قريب. صدقي فجاه حصل بيني وبينه نوع من الشده، شدينا من بعض من غير سبب. عدم تفاهم، ما وصلناش لنقطه معينه، ما فهمناش بعض، شدينا مع بعض. وفجاه حسيت ان انا ندمت ان انا بعد ما اتعاملت معاه وفهمني وفهمته حبينا بعض لدرجه ان انا ندمت ان انا ما اشتغلتش معاه فتره حياتي السابقه. كان والله العظيم صدقيني، يعني انا اولا ما اعرفش اشتغل مع حد الا بحب، وانا حسيت ان انا في ايد امينه. حسيت انه امين عليا، حسيت ان انا مقدمني بصوره جميله جدا، وان شاء الله الفيلم هيتعرض والجمهور هيشوفه. مقدمني في دور من احلى ادوار حياتي. وده برضو نتيجه الحب والتفاهم اللي كان بيني وبينه اثناء العمل. اكيد. فانا دي الروح اللي انا بشتغل معاها طول عمري في حياتي، ودي احلى روح طبعا.